ينضم إلينا من لوس أنجلوس توفيق طعمة، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا في هذه التغطية من قناة الغد. سيد توفيق، أنتوني بلينكين أتى إلى المنطقة، توجه إلى تل أبيب، الآن هو في عمان، من المنتظر أن يجري اجتماعات مع وزراء خارجية عرب والحديث عن ما يجري في قطاع غزة. في تقديرك، ما النتائج، لن أقول المرتقبة، ولكن النتائج الواقعية من وراء هذه الاجتماعات؟ إن كان بلينكين حتى هذه اللحظة ما يزال يؤكد على ما يسميه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها رغم كل ما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني. نعم أخي الكريم، تحياتي لكم، شكرا. يعني زيارة بلينكين هي لا تأتي لمصلحة الشعب الفلسطيني على الإطلاق، هي حتى هذا الاجتماع مع وزراء الخارجية العرب في الأردن المفروض يحصل اليوم، هذا لا يأتي لمصلحة الشعب الفلسطيني. يعني وإحنا نعرف المواقف العربية حتى الآن، أصبحت المواقف العربية عاجزة عن فتح معبر رفح، عاجزة عن وقف الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد لوقف عدوانها على قطاع غزة، أيضا أصبحت عاجزة عن يعني عن أيضا يعني وضع نوع من الضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية لتقف دعمها لإسرائيل، يعني وهذا الغطاء اللي بتوفره لإسرائيل حتى إسرائيل تقوم بكل هذه المجازر. يعني إسرائيل الولايات المتحدة ليست هي فقط داعم، بل هي مشارك رئيسي في هذه الحرب على قطاع غزة. يعني بلينكين اجتمع مع المجلس الحربي المصغر، يعني يدل على أن هناك تعاون شيء غير طبيعي، ويدل على أنه الرأي ويدل على أن الموقف الأمريكي هو يعني الحقيقة هو من يقرر وبيده القرار وبيده من يطلب من إسرائيل لو استطاع لو مارس بعض الضغوطات على إسرائيل لتقف عدوانها على قطاع غزة، أعتقد لوقفت إسرائيل. لكن الآن إسرائيل لا تريد وقف العدوان، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، بالتالي الولايات المتحدة لا تريد وقف العدوان. لكن هل في اعتقادك سيد توفيق، هل سوف يستمر هذا الموقف الأمريكي في ظل ما يتعرض له الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية لضغوط أخلاقية أولا وأيضا شعبية بالنظر إلى ما يرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين بنيران إسرائيلية؟ يعني حتى الآن لا يوجد أي تغير في الموقف بالنسبة ل يعني بالنسبة لدعمهم لإسرائيل. يعني وتحدث اليوم بلينكين في الموضوع أنه هو سيدعم إسرائيل في كل شيء، سيوفر لهم جميع أشكال الدعم، وبالتالي الموقف الأمريكي واضح، يعني حتى أنه يتحدثون عن هدنة إنسانية من هنا وهناك، ولكن حقيقة الأمر لا يوجد أي نوع من الهدنة الإنسانية. إسرائيل لا تريد هدنة إنسانية، وقبل قليل سمعت على شاشتكم كيف أنه إسرائيل تستهدف المباني وتستهدف المستشفيات وتستهدف الناس اللي بيطلعوا على حتى الجرحى اللي بيوصلوا من قطاع غزة اللي يوصلوا لمعبر رفح، كيف استهدفوهم وقتلهم بدم بارد. فإسرائيل تريد الخناق، تريد أن تخنق الشعب الفلسطيني، وهذا كله بغطاء أمريكي. فالإدارة الأمريكية هي ما زالت مستمرة في هذا يعني في هذا الموقف. الولايات المتحدة صحيح أن هناك احتجاجات شعبية، هناك ضغوطات على الإدارة الأمريكية من داخل الحزب الديمقراطي، هناك أصوات بدأت يعني تتسع في الكونغرس الأمريكي قبل يومين تقريبا سبعة كونغرسمن من المجلس الشيوخ بعثوا برسالة للرئيس بايدن لحثوا على وقف العدوان على قطاع غزة. أيضا في 60 عضو من مجلس النواب الأمريكي ومعظمهم من الديمقراطيين أيضا أرسلوا برسالة إلى بايدن ليطلبوا لوقف إطلاق النار. الآن المشهد بدأ يتحرك عندنا في أمريكا. أعتقد أنه هذا قد أنه يعني يضع بعض الضغوطات على الولايات المتحدة حتى أنها تضغط وتوقف هذا العدوان القاتل، خاصة أنه وما تحدثت به حتى اليوم السي ان ان تحدثت أنه عن مسؤولين كبار في المسؤولين الأمريكيين في تحدثوا لنتنياهو وقالوا أنه الحملة اللي بتكون فيها أنت لا أعتقد أنها يعني سيكون لها نتائج، يعني النتائج المرجوة اللي كان هي بالبداية هو القضاء على حركة حماس، القضاء على الأنفاق أيضا وإعادة الأسرى الإسرائيليين. هذه الثلاث شروط هذه لم تتحقق على الإطلاق. اللي يحصل الآن إنه إسرائيل تتكبد خسائر فادحة على أطراف قطاع غزة ولا تستطيع الدخول، وهذا أيضا الولايات المتحدة تشاهد هذا الشيء وتراقب الوضع. فالخسارة ستكون مركبة، خسارة هزيمة كبرى في 7 أكتوبر،
والآن خسارة ثانية يعني تنتج عن اجتياح لقطاع غزة، هذا أيضا خسارة سيهز دولة إسرائيل مرة ثانية. وبالتالي إن إذا هزمت وفشلت دولة إسرائيل، داعمي إسرائيل واللي خاصة الولايات المتحدة أيضا ستهدم، ستفشل ومشروعها سيفشل في دعمها لإسرائيل. وبالتالي الحرب لا تتوقف إلا أن يكون هناك ضغوطات على الإدارة الأمريكية، ضغوطات فعالة. هذا الاجتماع أخي الكريم، سألت عن الاجتماع اللي مع بلينكين اليوم وزراء خارجي 6 دول عربية، الدول العربية باستطاعها اتخاذ موقف الآن جاد، موقف جاد الآن باستطاعتهم يتحدثوا لبلينكين بلغة واحدة إنه إحنا لن نسمح بحصار قطاع غزة، هاي الإجرام يجب أن يتوقف، ويجب عليكم فتح معبر رفح الآن، ونحن الدول العربية سنسير قوافل إغاثة إنسانية الآن لقطاع غزة. بس لو يتحدثوا بهذه اللغة لبلينكين، بلينكين سيخضع غصب عنه، مش بخاطره، سيخضع غصب عنه حتى يكون مواقف عربية جادة. ولكن للأسف الشديد هذا الإرادة حتى الآن مش متوفرة، وأخشى أن يكون هذا الاجتماع من بلينكين ليضغط على وزراء الخارجية العرب للقبول بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. يعني أمور حتى الآن غامضة، قد هذا مشروع إسرائيل وهذا مشروع بلينكين، واللي بيقوموا فيه الآن ما يحدث في قطاع غزة، منع الدواء واستهدافهم حتى لتنكات الماء، تنكات تبعة الماء للمستشفيات، استهداف الجنريترز، ماتورات الكهرباء للمستشفيات. يعني هذه أشياء، يعني أشياء لا يمكن لأي بشر أنه يستهدفها، إسرائيل تستهدفها، وبالتالي تريد أن تنفذ مشروعها وهو تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حتى يتم بعد تهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية ومن 48 ومن 8. وهذا هو تصفيه القضية الفلسطينية، هذا ما تسعى إليه إسرائيل، وهذا هو المشروع الصهيوني في المنطقة. هناك هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة الآن، نقلا عن رئيس وزراء أو رئيس الحكومة المؤقتة في لبنان نجيب ميقاتي، يقول لبلينكين بأنه يجب العمل على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان على جنوب لبنان. من بين ما أتى يؤكد عليه بلينكين في هذه الزيارة الثالثة هو عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة، في إشارة إلى حزب الله في جنوب لبنان. المخاوف الأمريكية إلى أي مستوى، خصوصا بعد كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله يوم أمس بخصوص ما يجري في القطاع، وصلت إلى أي مستوى هذه المخاوف الأمريكية؟ أنا لا أعتقد أنها وصلت إلى أي مستوى، المستوى ما زال مثل ما هو. خطاب السيد حسن نصر الله لا أعتقد أنه كان يعني لهالدرجة أنه يعني كان مهم بالنسبة للإدارة الأمريكية، لأنه الخطاب كان، ولا أعتقد أن حتى لو صار أي موضوع أي شيء في قطاع غزة، لا أعتقد أن حزب الله سيتدخل بشكل رسمي وشكل مباشر، جس يكتفي في المناوشات اللي بتحصل على في الشمال، وأعتقد أن هذا إسرائيل والولايات المتحدة تستطيع أن تتعامل مع هذا الموضوع. أما أنه يكون في تدخل رسمي وحرب إقليمية، أعتقد أن الإدارة الأمريكية لا تريد الدخول في أي حرب إقليمية في المنطقة، نظرا لوضعها الآن في أوكرانيا وعندها ملفات أخرى، لا تستطيع إدارة حرب ثانية في منطقة ثانية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لأن مصالحها قد تكون مستهدفة من أذرع إيران في المنطقة. أما أنه يكون هناك تدخل من حزب الله، أعتقد أن هذا لا أعتقد أنه سيحصل. وبالتالي يعني لاحظنا بعد، صراحة يعني بعد ما انتهى السيد حسن نصر الله من خطابه، إسرائيل قامت بخمس جرائم، خمس مجازر في نفس اليوم بعد ما انتهى خطابه، وكأنه رسالة لحزب الله أو رسالة لدول أخرى أو للفصائل أو أطراف ثانية، أنه هذه الرسالة بين الدم، دم الفلسطيني. وبالتالي أنا لا أعتقد أن يكون، لم تكن لها أي تأثير على الوضع الحالي، خاصة الوضع الأمريكي وحشودها في المنطقة.
طيب، بلينكين يتحدث عن ما يسميها بتوقفات إنسانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع. الآن يعني اتخاذ قرار حقيقي إما لإدخال مساعدات أو يعني تنفيذ هذه الهدنة ولو بشكل مؤقت على الأرض في يد من تحديدا؟ هل بإمكان واشنطن إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه التوقفات الإنسانية التي يتم التحدث عنها، أم الضغط يجب أن يأتي بشكل أكبر من الجانب العربي؟ في يد من هذا القرار الآن؟ القرار في يد الولايات المتحدة الأمريكية، هي تستطيع أن تضغط على إسرائيل، تستطيع أن تضغط على إسرائيل وتوقف إسرائيل عن القصف وتجبرها على يعني على هدنة إنسانية لفترة معينة لساعات مثلا أو من هذا القبيل. لكن شروط الإدارة الأمريكية أو إسرائيل أنه شرط أن يكون هناك الإفراج عن الأسرى، هذا أمر مستبعد جدا، يعني هذا لن يحصل. يعني المقاومة الفلسطينية لم تأسر هؤلاء الجنود علشان ترجعهم بهذه الطريقة. أعتقد هناك كلمة للمقاومة الفلسطينية في هذا الموضوع ولها حديث، أنه بالنسبة لتبادل الأسرى، وكان هذا واضح أنه تبادل الأسرى الجميع مقابل الجميع، الجميع في يعني كل أبناء شعبنا الفلسطيني الأسرى يتم الإفراج عنهم، ويتم الإفراج أيضا عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. فالطلب الإفراج عن الأسرى الفلسطيني مقابل هدن إنسانية، هذا يعني كأنه يضع العصي بالدواليب، يضع العراقيل، يعني هذا ما بده حل. يعني لا تسأل، يعني شروط تعجيزية لا يمكن تنفيذها، وبالتالي الولايات المتحدة لما صلى بتحكي عن الهدن الإنسانية صلى فترة طويلة، 4-5 أو فترة طويلة، حتى الآن لا يوجد أي هدنة إنسانية باستطاعة الولايات المتحدة أن تتصل الآن مع نتنياهو بدقائق يوقف حربه على قطاع غزة ويمرر. لكن الإدارة الأمريكية هي مساهمة ومشاركة في تصفية القضية الفلسطينية حسب ما بده نتنياهو. وأيضا هناك تساؤلات سيد توفيق، يعني إن كان القطاع يتعرض إلى كل هذه الكثافة النيرانية من قبل إسرائيل، وهو ما يزال هناك محتجزون داخل القطاع، إذا لو أطلق سراح هؤلاء المحتجزين، هناك من يتساءل كيف سوف تكون الحرب، بأي شكل، هل سوف تتوقف بالفعل أم سوف نرى جرائم أفظع مما يرتكب الآن داخل القطاع؟ أنت قصدك يعني القصد أنه بعد ما الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، هل هذا سؤالك؟ أنا بسمع سؤال جيد. نحن نرى كل هذا العنف الإسرائيلي على القطاع رغم وجود محتجزين إسرائيليين فيه، ماذا لو خرج هؤلاء؟ سوف كيف تتعامل إسرائيل مع القطاع بعد ذلك بدعم أمريكي؟ فهمتك. واختصار طبعا 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 أعتقد أنه سيكون هناك يعني أي إفراج عن الأسرى أو تكون تبادل في الأسرى، أعتقد سيكون هناك حل سياسي، لأنه الإفراج عن الأسرى أو تبادل الأسرى هذا بحاجة لقرار سياسي، والقرار السياسي لا يأتي إلا بشروط معينة. نعم. شروط للمقاومة الفلسطينية تكون هناك شروط بين الجميع، شروط أنه وقف إطلاق النار بشكل كامل، يكون في ضمانات دولية مشاركة، أيضا بيكون هناك رفع الحصار، مثلا رفع الحصار عن قطاع غزة، وأمور أخرى سيتم التوافق عليها. أما أنه يعطوهم الأسرى الأسراهم يستمتع بعده الأسرى ويتم ويرجع ويعودوا مرة ثانية، أعتقد هذا أمر مستبعد. أعتقد أن المقاومة أذكى من أن تقع في هذا الفخ. شكرا لك. اللي إذا حاولت إسرائيل أو الولايات المتحدة نصبها لهم. نعم. شكرا لك من لوس أنجلوس توفيق طعمي، الكاتب والباحث السياسي.